لديها صديقات من النصارى، يا إيمي اسمها إيمي ماشي، كانوا يدرسون معي في المدرسة التي كانت مدرسة راهبات، هل يجب علي عدم مصادقتهن؟ لا تفشي إليهن بأسرارك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. والمرء على النبي قال مثل الجليس الصالح كحامل، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.